شارك سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه اليوم في الجلسه الختاميه لاجتماع مجلس جامعه الدول العربيه على مستوى وزراء الخارجيه للتحضير لمجلس الجامعه على مستوى القمه الحاديه والثلاثين التي سوف تعقد في الجزائر برئاسه فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه في الاول والثاني من نوفمبر وأقر أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية الموضوعات المقرر عرضها على جدول أعمال قمة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية ومشاريع القرارات المقرر رفعها للقادة لاعتمادها ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقارير المرفوعة إلى القمة بشأن العمل العربي المشترك.